تعال نكمل كده المواضيع بتاعتنا. هنتكلم دلوقتي على موضوع جديد خالص اللي هو ازاي تسيرش على فايلز موجودة عندك. ماشي كده؟ ازاي تسيرش على فايلز موجودة عندك؟ فاكر قبل كده لما كنا اتكلمنا على WH Commons؟ فاكر لما كنا اتكلمنا على WH Commons كنا اتكلمنا على حاجتين. What is؟ فاكر What is؟ والامر كان بيقول لك الامر بيعمل ايه، وكان في كمان Where is والامر، صح؟ كان بيقول لك مكان الباينري بتاع الفايلز ده فين، والدوكومنتيشن فين، وكل الكلام ده. ماشي كده؟ طيب حلو جدا. انا عايز بقى سيرش على، مش على اوامر، يعني انت لما بتيجي تسيرش، تعال نتكلم على السيرش بشكل عام. في موضوع السيرش ده في عندك حاجتين، انت ممكن تسيرش على فايلز، او تعمل سيرش على كومنز. دي احنا الحمد لله خلصناها. سيرش على كومنز ممكن تستخدم واتز خلاص، ويرز. واتز هيقول لك ايه الامر ده، ويرز هيقول لك فين الباينري بتاعه وفين الدوكيومنتيشن بتاعه. تمام كده؟ طيب لو عايز تسيرش على فايلز عاديه بقى، في عندنا حاجتين، في عندنا لوكيت وفي عندنا فايند. في مشكله كده؟ تمام. طيب كلام جميل. لوكيت يا سيدي، تعال نتكلم على لوكيت الاول. ولوكيت دي ممتازه جدا. ممكن اجي كده اقول له ls كده مثلا، الاول تعال لوكيت كده على ملف اسمه نتورك. هل في عندي اي ملف باسم نتورك؟ يا ديني النبي، بص كده كل دي اوامر موجوده عندك باسم نتورك او فيها كلمه نتورك. شايف ETC networks؟ شايف اهو في نتورك في الكلمه اهي، اي ملف فيه كلمه نتورك. شايف؟ ايه رايك؟ تمام كده وضحت. يبقى لوكيت بتستخدمها عشان تعمل ايه؟ ها، عشان تسيرش على فايلز. طيب كلام جميل. الحاجه اللي بعد كده، الحاجه اللي بعد كده، او قبل ما انقل على اي حاجه تانية، في بس خازوق مع لوكيت جامد جدا، ان انت لو جيت كده قلت له تاتش مثلا، وليكن هسمي فايل اسمه باكاب وورك. ماشي كده؟ حلو. لو جيت اقول له كده لوكيت باكاب وورك، بص ايه اللي حصل، ما عرفش يجيب الفايل ده. قال لك يا عم انت بتقولي لوكيت بتسيرش على فايلز عندك، طب ما انا لما جيت كريت فايل وجيت اعمل لوكيت قال لي ده مش موجود. هقول لك بكل بساطه، لوكيت بتعتمد على داتابيز. خلاص، لما تيجي تسيرش على الفايلز، ايه ده داتابيز ايه؟ بص بكل بساطه، السيستم عندك وهو شغال بيحاول يتراك ايه الملفات اللي اتضافت له، وايه الملفات اللي اتمسحت من على الفايل سيستم دون، من على البارتيشن ده او البارتيشنز اللي موجوده عندك. طب كلام جميل. طب الابديت ده بيحصل كل قد ايه؟ الابديت ده بيحصل بشكل دوري، شكل يومي. خلاص ماشي كده. طيب لو انت ضفت ملف دلوقتي حالا، ها، هل الابديت حصل عشان يقول للفايلز او عشان يقول للداتابيس بتاعه اللوكيت يا لوكيت انت داتابيس بتاعتك في ملف اتضاف او في ملف اتمسح؟ لا ده لسه، لان قلت لك الابديت ده بيحصل بشكل يومي، تقريبا بيحصل في منتصف الليل كل يوم، تقريبا في منتصف الليل كل يوم. خلاص، ممكن برضو حد يسال سؤال، هو لو الجهاز بتاعك كان مقفول بالليل، هقول لك اول مره هتيجي تعمل ريبوت بعدها او هتيجي تعمل ستارت بعدها، اوتوماتيك هيبيلد الداتابيس دي مره تانية، او هيعمل لها ريبيلد، هيعمل لها ابديت بكل بساطه. ماشي كده. طيب لو انت جيت في نص اليوم الساعه 12 الظهر، ولا واحده ولا واحده الظهر او 2 الظهر او 7 بالليل او 8 في حالتنا زي ما احنا موجودين دلوقتي، وضفت ملفات، هل حصل ابديت؟ لا ما حصلش. طيب معنى كده ان انا لازم استنى لحد نص الليل عشان يعمل ابديت للداتابيس بتاعته؟ هقول لك لا، انا ممكن افورس
ان الداتا بيز يتعمل لها ابديت دلوقتي حالا، هستخدم امر كده اسمه ابديت دي بي. ابديت دي بي ده هيفورس ان الداتا بيز بتاعتك يتعمل لها ها ابديت. طيب دلوقتي لو جيت اعمل لوكيت كده ايه اللي هيحصل؟ بص، جاب الملف من قفاه ولا لا؟ المره دي جابه ولا لا؟ ماشي. طيب بما ان لوكيت معتمد على داتا بيز، هتلاقي عملية السيرش بتاعته سريعة جدا جدا جدا. خلاص كده ماشي، لانه لما بيسيرش مش هيروح يسيرش الفايل سيستم كله كامل. يعني لو الفايل سيستم بتاعك 100 جيجا، مش هيروح يسيرش ال 100 جيجا دول، امال هيعمل ايه؟ بكل بساطة هيسيرش في الداتابيس بس. ممكن تكون الداتابيس دي عبارة عن 50 ميجا بس ولا 10 ميجا بس حتى، فده بدل ما هيسيرش في ال 100 جيجا هيسيرش في الكام ميجا دول؟ في ال 10 ميجا دول بس. ماشي كده؟ وضحت؟ لا مش لازم اسم ملف صحيح، ممكن تديله بس حتة من اسم الملف ويكمل لك الباقي. والدليل لما قلت له اعمل لي سيرش على الامر اللي اسمه نتورك، او اسف على الملف اللي اسمه نتورك، هنا بص جاب لك اي حاجة فيها نتورك. بص كده كان في نتورك مانجر، ممكن تديله اسم ملف او حتة منه بس هو يكمل الباقي. خلاص. ولان لوكيت ده كان معتمد على داتابيز، فالناس حبوا يطوروا الموضوع شوية. هو انا ممكن اسيرش في الريال تايم، يعني انا ممكن اسيرش على الفايل سيستم بحالته اللي موجوده دلوقتي بدل ما اكون معتمد على داتابيز؟ اه ممكن. واتعملت يوتيليتي تانية ها اسمها فايند. الفرق بين فايند ولوكيت ان لوكيت كان بيعتمد على داتابيز وهو شغال، لكن فايند بيسيرش في الريال تايم، يعني بيروح للفايل سيستم دلوقتي يساله ها هل عندك ملف بالاسم ده ولا لا، مش معتمد على داتابيز. خلاص. بالمناسبه فايند ده حلو جدا، ده انت ممكن تقول له فايند في مكان معين، فايند مثلا في سلاش اي تي سي بس، وتحدد له انت بتسيرش بايه. بالنيم، انا عايز اسيرش بالنيم. هو انا ممكن اسيرش بحاجه تانية؟ ايوه. فايند ده ادفانسد جدا، ده انا ممكن اسيرش مين الاونر بتاع الملف، ممكن اسيرش بايه كمان يا سيدي، ممكن اسيرش ايه البرميشن بتاع الملف. خلاص. تعالى كده واحنا ماشيين اديك بارامترز واحده واحده. ايوه ممكن اسيرش بشويه حاجات كتيره قوي. خلاص، بس تعالى ناخدهم واحده واحده كده. بص لي كده، ممكن اقول له فايند تحت سلاش اي تي سي داش نيم ها نتورك مثلا. بص عمل سيرش بالحاجه اللي اسمها او اي حاجه فيها كلمه ها نتورك. طيب بالمناسبه انا قلت لك قبل كده ان اللينكس كيس سنسيتيف، يعني الملف اللي اسمه فايل كده غير الملف اللي اسمه فايل كده، صح؟ لو جيت تقوله كده تاتش ال اس كده، بص عمل لك ايه؟ عمل لك واحد اسمه فايل كابيتال وواحد تاني اسمه فايل سمول. شايف؟ معنى كده ان انت لو عملت سيرش وفي ملف اسمه نتورك كده هيجيب لك الناتج بتاعه؟ لا مش هيجيب لك الناتج بتاعه. طب لو انت عايز وانت بتسيرش تقول له بص يا عم انا مش فارق معايا، هات لي الكابيتال وهات لي السمول، ممكن اقول له كده داش اي نيم. اي نيم معناها ان سنسيتيف نيم. طب لو ما جابش حاجه معناها ايه؟ انه ما لقاش حاجه بتبدا بكابيتال. بكل بساطه اي نيم معناها انسنسيتيف نيم. ماشي كده؟ يعني الاسم مش فارق معايا هو كابيتال ولا سمول. خلاص. تعالى كده سيرش على كلمه نتورك يا سيدي، بدل ما هسيرش في الاي تي سي هسيرش كده في السلاش، وخلينا سيرش كده بالنيم اهو. بص لما عملت سيرش بالنيم كله سمول جاب لي ايه، وبص لي كده لما قلت له اي نيم. طيب بلاش كلمه نتورك دي، مفيش عندي حاجه بتبدا بنتورك كابيتال. طيب طيب عشان اوضح لك كده خلينا بكلمه نتورك دي. حلو. بص
انا عايز اسيرش على اي كلمه الاول قبل ما اديك او قبل ما اوريك بس كده اي حاجه بتبدا نتورك وفي نهايتها اي حاجه، يعني نتورك مانجر او نتورك مثلا وليكن نتورك تايم، اي حاجه اي حاجه بتبدا بكلمه نتورك. خلاص بص لي كده كل الملفات دي فيها كلمه نتورك وبعديها حاجه، فين يا سيدي فين فين فين؟ بص نتورك بعد كده داش وايرلس. لما انت قلت له كده بس عمل ايه؟ دور لازم يكون كلمه نتورك فقط. طب نتورك وبعديها حرف واحد ما كانش هيجيبها، انما لما قلت له كده نتورك ومعاها استريك معناها نتورك وبعدها اي حاجه في اخر الاسم ماشي. طيب لو جيت اقول له كده داش اي نيم، انا عايز اقول له بقى هات لي كابيتال وسمول. بص لي كده ايه اللي هيحصل دلوقتي. بص المره دي جاب لي الناتج عامل ازاي، بص نتورك بتبدا بايه، ها شايف؟ طب هل الناتج ده كان بيجي قبل كده؟ هل الناتج ده كان بيجي قبل كده؟ اهو ها بص كده، هل في اي نتورك فيها كابيتال ليتر هنا جت؟ شفت ايه الفرق بينهم؟ اهو اخر 3 4 نتائج مختلفة عن اخر 3 4 نتائج هنا. تعالى هنا كده اهيا بص لي كده اخر 4 نتائج مختلفين عن اخر 4 نتائج هنا، شايف؟ ده كان فيه كابيتال والتاني ما كانش فيه كابيتال، واضح الفرق؟ يبقى لما تحب تسيرش عن طريق فايند، فايند باي ديفولت لو ما قلتلوش تفايند فين، ها هيدور فين يا عم؟ في المكان اللي انت واقف فيه. فلو قلت له كده فايند داش نيم وليكن فايل، هيدور فين؟ في المكان اللي انت واقف فيه، شايف؟ قال لك دوت سلاش، دوت اصلا كان معناه ايه لو انت فاكر؟ دوت دوت معناه في المكان اللي انا واقف فيه لو انت فاكر، صح؟ الكرنت وركينج دايركتوري. فلو انت ما حددتلوش المكان اوتوماتيك بيسيرش فين؟ في المكان اللي انت واقف فيه بس. طب لو عايز تسيرش ها في مكان تاني لازم تحدد له المكان التاني ده، شفت؟ يبقى لو عايز تسيرش على كلمة ميل مثلا في فار، ها، او لو كلمة لوج في فار، ها لازم تحدد له انت هتسيرش فين بالظبط. ها وضحت؟ طيب بالمناسبة كمان ممكن تقول له فايند كده تحت السلاش اي تي سي داش بيرم. بيرم معناها ايه؟ البرميشن. البرميشن ممكن اقول له برميشن وليكم انا عايز البرميشن بتاعته 755، شايف؟ بقول له عايز اسيرش على فايل البرميشن بتاعته كذا، ايه رايك؟ ها سهله. طب عايز تتاكد؟ تعالى يا عم ادي ملف اهو، لو جيت اقول له كده ls داش lh للملف ده، دي دايركتوري اصلا، دي دايركتوري، فانا عايز اعرض الدايركتوري نفسها اقول له كده داش ال دي، ها هل البرميشن بتاعت الدايركتوري دي 755؟ ها مظبوطه. طب الملف ده يا عم ls داش lh للملف ده، بص هل البرميشن بتاعته 755؟ وضحت؟ يبقى ممكن تسيرش بالبرميشن. طيب كلام جميل. بالمناسبة ممكن اقول له كده مان فايند وسيرش بقى بحاجات كتيرة قوي. ممكن مثلا اقول له يا سيدي الاكسس تايم بتاعه ايه؟ ممكن اقول له الاكسس تايم بتاعه ايه؟ يعني ممكن اقول له كده لا لسه ومتعمد ان انا ما اعملوش اكسبلين الا ما اخد شويه اوامر كتيره كده الاول، انا متعمد. خلاص ممكن اقول له مثلا ب
بص لي كده داش الجروب حلو كده فايند تحت سلاش هوم داش جروب ستودنت. انا عايز اي ملف بتملكه الجروب اللي اسمها ستودنت. انا ما فيش عندي جروب اسمها ستودنت. طيب الجروب اللي اسمها مصطفى، انا كان عندي يوزر اصلا اسمه مصطفى. كان عندي جروب، اسف، يوزر اسمه مصطفى وجروب اسمها مصطفى. حلو. طيب فاند كده تحت السلاش هوم داش جروب مصطفى، اي حاجه مملوك للجروب اللي اسمها مصطفى. اهو عرض لك كميه ملفات كتيره جدا. ممكن اخد الكلام ده كده على لس. طيب تعالى كده اتاكد ان الملفات دي ملكيه او مملوكه للجروب اللي اسمها مصطفى. ال اس داش ال اتش للملف ده، ده واحد الملفات اللي موجوده. دي دايركتري اصلا بالمناسبه، دي دايركتري اهي. ها، هل الملفات دي بتملكها الجروب اللي اسمها مصطفى؟ ايه رايك؟ طيب ممكن اقول له كده كمان داش يوزر، ايه الملفات المملوكه لليوزر اللي اسمه علي؟ اهو جاب لك الملفات اللي مملوكه لليوزر اللي اسمه علي. طب تعالى امسك واحد منهم كده، ال اس داش ال اتش الملف ده مثلا، دي دايركتري خلاص. طب تعالى داش ال اتش دي اعرض للدايركتري نفسها، هل الدايركتري دي مملوكه لليوزر اللي اسمه علي؟ شفت؟ طيب انا عايز اقول له اي ملف اكسس فاين تحت السلاش هوم داش اي تايم بلس واحد، عايز اقول له اي ملف اتاكسس في اخر 24 ساعة او 24 ساعة او اكتر. طيب بص لي كده مثلا الملف ده ال اس داش ال اتش، هات لي يا عم الملف ده، هل الملف ده اتاكسس، ها هل الملف ده اتاكسس في اخر 24 ساعة او ما قبله؟ ها طيب ايه تايم الملفات اللي اتاكسست في اخر 24 ساعة بس؟ ممكن اقول له كده ال اس داش ال اتش طيب ايه تاني ممكن استخدمه مان كده مع فايند؟ تعال ندي اكزامبلز بسيطة. اكسس تايم سيرش بالاينود نمبر، لا اسف مش بالاينود اي نم، اهو ممكن سيرش بالاينود نمبر خلاص. يعني تعالى كده ال اس داش ال اتش عندي داش ال اتش اي كمان اهو، انا عايز اسيرش على الملف الاينود نمبر بتاعه بالرقم ده. اقول له كده فاين تحت السلاش داش اي نم داش اينود نمبر بتاعه بالرقم ده. شفت جاب لك الملف من قفاه ولا لا؟ جابه، ها وضحت. يبقى فايند ده في كميه اوبشنز اكستنسيف ممتازه جدا عندك. لا انا لسه ما دورتش على الكونتنت اللي جوه ملف، انا بدور على الملف نفسه من بره بالظبط كده، كاني في ويندوز هنا وعمال كده اعمل ايه، وليكن رحت رايح هنا كده للسيرش اللي موجود في ويندوز ودورت على اسم الملف، وليكن دورت على ملف اسمه في سفير، هيقعد يسيرش كده على شويه حاجات لحد ما يلاقي الملف او الدايركتوري اللي انا عايزها. ايه رايك؟ وصلت؟ طيب
كلام جميل. ها حد عنده اي مشكلة؟ طيب انا عايز بس اقولك على حاجة. فاكر لما قلتلك ان السبيسز في اللينكس بتفرق؟ ها السبيس يعني لو جيت اقوله كده تاتش ملف اسمه مصطفى، انا عايز اعمل ملف اسمه مصطفى حمودة. ها عارف لو عملت كده ايه اللي هيحصل؟ الاس عندي كده عمل لي ملفين اتنين مش ملف واحد، واحد اسمه مصطفى واحد اسمه حمودة. ايه الغلاسة دي يا عم؟ ايه الغلاسة دي؟ انا عايز ملف واحد هو فيه اسم فيه مسافة في النص. فممكن تعمل كده تاتش اهو مصطفى مسافة حمود اهو. في الحالة دي هيعمل ايه؟ المرة دي عمل لي ملف واحد بالاسم اللي انا عايزه. وصلت؟ ها واضحة الحكاية دي؟ واضحة؟ طيب في طريقة تانية؟ ايوه ممكن تقول له كده تاتش برضو مصطفى حمودة، بس خلي بالك ده في النص هنا في سبيس، في سبيشال كاركتر موجودة، شايف؟ طب السبيشال كاركتر دي انا عايز اقوله اللي جايلك ده سبيشال كاركتر، ممكن تستخدمها الباك سلاش. الباك سلاش بيسموه الاسكيب سيكونس، يعني من الاخر اللي بيجي بعدها بيتعامل زي ما هو بالظبط بالملي، مش فارق معاه. خلاص ماشي كده وضحت؟ يعني لو اللي جاي لك ده انا عايز اعمل ملف بالاسم ده، انا عايز اعمل ملف بالاسم ده، في النص سبيشال كاركتر ولا لا؟ في سبيشال كاركتر صح؟ فكان عندك حل من اتنين، يا اما تحطه بين قوسين او بين دبل كوتس اقصد، خلاص، يا اما تقول له اللي جاي لك ده سبيشال عشان تقول له اللي جاي لك ده حاجه خاصه. ها ده مش 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 حرف عادي، تعمل ايه؟ تحط له بس الباك سلاش كده في الاول اهو ال اس داش ال اتش، اشتغل خلاص، وخليه كده مصطفى حموده 2 اهو، كريت ملف تاني وفي النص سبيشال كاركتر موجود. في مشكله كده؟ طيب كلام جميل. طيب نرجع بقى الفايند بسرعه، انا ليه بديك كده؟ عشان اوريك دلوقتي حاجه مع فايند، بفكرك بس. ممكن اقول له كده انا عايزك يا عم، انا عم كده ام كي داير وهسميها مثلا وورك، انا عايز اسيرش على اي ملف في الاي تي سي داش اي نيم نتورك، انا عايزه يدور على الملفات ولو لقى النتيجه يعمل لها كابي في الفولدر اللي اسمه وورك ده. ايه رايك؟ تاني انا عايزه يدور على ملفات تحت اي تي سي واسمها اسمه نتورك، ولما يلاقي النتيجة ياخدها يحطها فين؟ في الملف اللي اسمه وورك، اسف في الفولدر اللي اسمه وورك. ها ماشي كده؟ طيب ممكن اقول له كده داش اكزك، اكزك معناها اعمل لي اكسكيوت للامر اللي اسمه سي بي، انا عايز اعمل كابي، عايز اعمل كابي لمين؟ ها للنتيجة صح؟ حط له نتيجة كده. احطه جوا فولدر اسمه وورك. ماشي. ls كده وورك. شفت؟ طب لو قلت له بص اللي حصل دلوقتي ايه؟ كات كده وورك الملف اللي اسمه نتورك. اهو الحمد لله معنى كده الامر اتنفذ مظبوط. طيب تعال كده ترجم لك الامر ده، بص لي كده find في etc dash i name work. لحد هنا حد عنده اي مشكلة في الجزء ده؟ حد عنده اي مشكلة في الجزء ده؟ بدور على ملف باسم network، حلو كلام جميل. dash exec، exec معناها execute، نفذ لي حاجة تانية. هينفذ لك ايه يا عم؟ انا عايز انفذ الامر اللي اسمه كابي، انا عايز انفذ الامر اللي اسمه كابي. طب هكابي ايه؟ هكابي وروح طايل له افتح لي قوسين كده، عارف القوسين دول معناهم ايه؟
هقول له كابي الريزلت اللي جات لك من مين؟ من الحته دي. انا عايز اكابي الريزلت اللي جات لي من الحته دي. وصلت؟ ماشي كده؟ يبقى كده خد الناتج بتاع الحته دي حطها بين القوسين، كده كاني قلت له خد كابي للملف ده، هحطه فين؟ هحطه فين؟ في الفولدر اللي اسمه وورك، ماشي كده؟ وبعد كده في الاخر الباك سبيس. ها معناها ايه؟ اسف، الباك سلاش، الباك سلاش. الباك سلاش معناها ايه؟ ها؟ خد اللي هديهولك ده زي ما هو، يعني من الاخر فاكر السيمي كولون؟ هياخدها سيمي كولون زي ما هي. وصلت؟ ها ممكن اقول له كده مثلا find تحت السلاش var داش اي نيم لوج داش اكزك كوبي كده، خد الناتج حطه في الفولدر اللي اسمه ورك هو كمان. قال لي بص في مشكله عندك. ليه؟ لان انت بتحاول تكوبي دايركتري. فاقول له كده كوبي داش ار ال اس كده لورك عندي. ها اتنقلت، اتنقلت باللي جواها كمان اهي، لان استخدمت الاوبشن اللي اسمه داش ار. ها وضحت؟ ها حد عنده اي مشكله؟ ليه استخدمنا ال 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 دي الاكزيت كوماند؟ الاكزيت كوماند بيحتاج في الاخر دي، ماشي؟ طب لو انت اديتها له زي ما هي كده هيفهم ان هي ايه؟ فاكر لما كنت بعمل كده ديت كوما ال اس ده عشان كنت ايه انفذ امرين ورا بعض، صح؟ فلو انت جيت عملت له كده اكزك وضفت له في الاخر كده ايه اللي هيحصل؟ ها هيفتكر ان انت عايز تنفذ اكزك وحاجه كمان بعدها، صح؟ بس انا عايز اقول له اللي جاي لك ده خدها زي ما هي. فاستخدمت مين يا سيدي؟ ها الاسكيب سيكونس اللي هو الباك سلاش. وصلت؟ ها وضحت الحته دي يا مهاف؟ طيب ها حد عنده اي مشكله تانيه لحد دلوقتي؟ طبعا مش عايز اقول لك بقى ان كابي ده مش الامر الوحيد اللي ممكن تستخدمه مع فايند، لا ده كان اكزامبل بس. ده انت ممكن تقول له اكزك كده ريموف للملفات دي، اكزك موف للملفات دي، اكزك سي اتش مود للملفات دي. استخدم اي امر يعجبك هنا، والله العظيم ما حدش هيقول لك انت بتعمل ايه. وصلت؟ ده مجرد اكزامبل بس. ماشي كده؟ حد عنده اي مشكلة؟ طيب كلام جميل يا مسهل. يبقى كده الجزء التاني ان انا سيرش على فايلز الحمد لله انتهى. يبقى كده لوكيت وفايند على الاقل، على الاقل كبيزكس انتهى. واحنا طول ما احنا شغالين في الكورس هنستخدمهم بقى، يعني ما تقلقش بقى، تقريبا بشكل شبه يومي هنستخدمهم يعني. طيب كلام جميل، بس على الاقل البيزكس بتاعتهم دلوقتي بقى معروفين بالنسبة لنا. ماشي، تعالوا نوقف الفيديو بقى.